جديدة. طيب وإحنا نتكلم عن ختام برنامج اليوم، اليوم ختام برنامج النشبة يا عبد المجيد. أكيد تعرف أن في البرامج النشبة في فريقين، واحد من الفريقين بيفوز اليوم وحيحصل على جائزة البرنامج. أنت شو تتوقع؟ أنا أذكر أنك تقول في فريق دايم تسمع عنه كثير. أي فريق تعرفه وشو؟ أكيد أنا صراحة مشجع فريق الكيف. الكيف؟ أي نعم. ها. اللي فيه بإذن الله، بإذن الله نكون فايزين. ها. وأتمنى من الجمهور يصوت لهم. فصير كذا بيزعل علي فريق ثاني، ولكن برنامج النشبة طيب. برامج مميزة جدا اللي عرضت خلال الفترة أو الدورة البرامجية الحالية. هذا الأسبوع وهذا اليوم يوم السبت هو ختام برنامج نشبة يا أبو سعد. أنت تشجع فريق الكيف؟ أي نعم. أنا أشجع وناسة، خلي يضيق بعادل، كيف يضيق عادل؟ بس الكلام نزعل على الكلام، ما نرضى على زعل. أيوة الكلام إن إحنا لازم نصير في بيت المجد يعني عادلين شوي. ما نميل الفريق ولا فريق. نتمنى إن شاء الله الفريقين التوفيق. أكيد أنهم يعني خلال هذه الدورة قدموا فقرات جميلة وكان في منافسات حلوة. أكيد وإحنا نتكلم عن برنامج النشبة بنشوف بعض اللقطات وبعض القفاشات اللي بنستعرضها على الشاشة، وبعدها إن شاء الله نرجع مع ضيوفنا الكرام. نطلع نشوف المقطع. الشايب ذا دائما يظلمني. وين راح يا حمزة يا مان؟ يقصدني؟ أنا ظالم؟ أنا ظالم؟ أنا الناس تتكلم في كلامي، تتكلم في اسمي، أنا ظالم؟ أنا ظالم؟ تتوقعني أنا ظالم؟ ما قد ضربت ناس قبله يقول إني ظالم، لكن علاجي عندي، الناس ما يدرون عنه. يا جدي يا نشبة. يا جدي وش عندك تصارخ بعد؟ زعلان؟ لا لا اشوفك انك زعلان. حرام عليك، مو زعلان، حرام عليك يا 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 شايب يا حبسي، ما تخليني في هذا المكان، في هذا السجن. شب عليك الحرقات، كيف تقولي شايب؟ ماني شايب يا انا رجال في عز شبابي. يا حمزة إيمان أنا نعم. آسف، خلاص أنا آسف، أنا أعتذر لك، هذا خطأ، خطأ حصل مني، خطأ سامحني. كيفي كيفي كيفي، ما أبغى أسامحك، أنت إنسان نشبة، نشبت لي في حياتي. خلاص خلاص يا حمزة إيمان، من بعد اليوم هذا ما حد بناشب لك، خلاص تكفى بعد. تكفى بعد ما تشب لي؟ لا بعد بناشب لك، تكفى. ترى أنا رجال، أنا أحبك وأحترمك عشاني كنت صاحب أبوك قوية، لكن أبوك الله يسامحه ما سوى فيني خير، أرسلك لي، وأنا بعد ماني راضي أخلص أشغالي وأخلص البزنس حقي ولا أقعد أعلمك. يا مرحبا فيكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا دخلنا جو النشبة، برنامج النشبة، هذا البرنامج الجميل، فنرحب كذلك بأحد نجوم هذا البرنامج، حبيبنا الغالي والمميز دائما الأستاذ متعب العرجاني. حياك الله. حياك الله، الله يسعدك ويرضى عليك. صراحة يا أخي أنا لي الشرف أني أكون معاكم. أي والله الله يحييك. طبعا العم سهيمان ولا متعب العرجاني؟ لا عم سهيمان وكلني اني اجي اليوم بالنيابه عنه. نعم نيابه عنه. نعم. طيب وين رفيقك اللي معك؟ من تقصد المخرج؟ لا لا النشبه. أو النشبه. اوه النشبه وين يا ابو سعد؟ وين يا ابو سعد؟ النشبه هناك في برنامج النشبه، خلوه في مكانه، وانا انت مستضيفيني انا كمقدم، فاسولف لك يا اخي. اها لازم النشبه؟ ما هو لازم. ليش طيب انت حاقدين عليه وضايقين عليه ولا؟ شوف احنا حبوب، هو حبوب اي، لكن انت لو طلعت معاه بتعرف كيف حبوب ما حبوب. فنصيحة تانية، خليك بعيد أفضل لك، يقول خليك بعيد حبك يزيد. فأنا أقول يا أخي خلوه يا أخي على جنب، خلوه هناك في برنامجه، وخذوا عندكم أسئلة بجاوب عني وعنه، لا تشيلون هم. أنا موكل كذلك. لا كذا يعني في حرب بينكم، في خلاف. لا لا أعوذ بالله، لا لا ما في، لكن كل واحد لا خط يا أستاذ عبد المجيد، كل واحد لا خط لو سمحت، يعني رجاء يعني يا أخي خلونا ندخل أسئلتكم. يلا بسم الله، أعطوا أول سؤال. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا هلا يا هلا عم سلمان.
أبو سليمان من جابك هنا؟ أنا يا هلا وسهلا. وصلني إني أجي مكاننا اليوم طبعا. يا شيخ إيه؟ الحين البرنامج طال عمرك وش اسمه؟ النشبة. طيب وش جايبك؟ ها؟ أنا النشبة. أبو سعد دق عليك قال تعال أباك يا متعب. أبو سعد هذا هو يا كلمني اكيد يا نعم. سعد كلمناه وقلنا جيب اللي معك واللي ما كلمني يا اخي ما شفتك ما كلمني ما شاء الله عليك ما اشوفك وانا نايم في الحلم وانا نايم في الحلم دقني قلبي وقال لي عمك سيبان قاعد يفر يلعب بذيله يلعب بذيله واثارك هني تعال انزل انا جايك ما شاء الله والله عبد السلام صار نجم ما شاء الله يسعدك من بعد ما شاء الله تبارك الله الامور طيبه ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمه الله الله حيك كيف الحال ان شاء الله طيب اول شيء احنا اسفين ان قطعناكم لا ابد الله يحييك ثاني شيء يا مرحبا فيكم الله يحييك وانا ترى صاحب البرنامج النشبه ايوه ومفروض تجيبوني انا ما تجيبوني اي نعم هذا اول عتاب اساله اول قل ليش سهيمان وكلك ليش ما جاوب نفسه صح هذا الكلام هو عنده موعد كان وانت تعرف راح مع ابوك هي راح المزرعه اللي في ورا المزاحميه ما شاء الله لا والله بلاعب اليوم ما عنده هواء اليوم ابو سعد انت وش الله حدك وتجيبه معك امس يا ابو سعد انا وياك بس البرنامج اسمه شو نسوي هذا المصيبه هذا النشمه هذا هنا النشمه والله لا من شوف انا قالوا لي عم سليمان هو اللي جاي لا انا نشبه جاي انا اسمي النشبه طبعا نرحب فيكم يا مرحبا فيكم الله يعطيكم العافيه الكعبي حيا نرحب فيك وسعيدين بوجودك بدايه نبدا معكم من النهايه اليوم النهائي البرنامج نعم من الفريق الفائز نعطيك المجال السؤال عندك والله اول شيء صراحه جميع الفريقين فائزين يعني هذا اول حاجه يا اخي هو في النهايه فكره البرنامج مثل ما انتم عارفين فكرته فريقين متنافسين على اسئله وعلى فقرات احنا نقدمها شبه في البرنامج كامل ككل خلال ساعتين ونصف في النهايه في ارصده كل فريق له كم يجمع من النقاط او من الفرص صح والاستاذ نشبه هو الدور الاساسي والرئيسي انه يخرب الفريق الثاني اللي راح يروح له لانه فعلا نشبه فيلخبط عليهم في اجتماعاتهم في افكارهم فهذا يعني شخصيته بشكل عام اليوم اللي بيخسر فاحتمال اليوم ما راح انام يدعون تروح معهم بيدعون علي يعني هل انت سبب في خساره بعض الفرق لان انا كفكره نشبه انه يكون يعني مع الفريق اللي هو اكون عنده لازم اني اوتره واضيعهم في المعلومات وهذا صار يعني لكن ليس سبب اي بس ليس سبب كيف ياخذون الاستاذ عامر اذا هم خسروا النقطه يروح هنا عقابهم الاخر يكون انا عقابهم هذا عقاب عقوبه بصراحه يعني كانت تجربه جميله ونشكر الله اللهم لك الحمد مع المتسابقين ساعدونا انا واخوي متعب حبيبي الله يسلمك وبصراحه انا اللي دائما انبسط واكون سعيد يوم اكون موجود متعب مو عشان موجود الله يسلمك بينكم توأمة حلوة ترى من ايام برامج الاطفال والان صحيح. ما شاء الله في توأمة حلوة صحيح خلني اسألكم مع طبعا. بعض كيف شفتوا التركيبة نوعية المتسابقين شخصية سهيمان شخصية النشبة كيف شفتوها مع بعض هل اعطت تركيبة حلوة هل اعطت البرنامج فعلا رونق كيف شفتوا ردات فعل الناس عنه أمانة لله شوف أنا من الأشخاص اللي أحب ما أبدأ أي برنامج إلا لابد فيه دراما لابد دراما منها رياح تريحة للممثل المقدم أو الممثل وكذلك نكون خفيفين على الجمهور شوي يعني بدل ما نكون مثلا برامج على طول سيدة يصير لطيف البرنامج إيه يكون لطيف يكون عفوي شوي شخصية عم سهيمان هي بدأت من برنامج اللي هو سهم فحققت نجاح جميل شخصية الرجل الكبير اللي بين 50 و60 ويجيب هدايا ويضرب هذا يعني نظام الجدان الجد اللي في البيت هذا هو أما تركيبتي أنا وأستاذ عامر كانت من قبل يعني من أيام برامج الأطفال وهي من برامج الصعبة وإنت عارف أبو سعد فكان بين التداخل العجيب الجميل يا أخي يعني سبحان الله أني أرفع هو يشوت وأنا أشوت يعني في جو غريب عجيب بينه وبين الشخص هذا اللهم لك إيه فأبو علي والله ما قصر فهو أحد من أسباب نجاحي لا كلنا نكمل بعض كلكم ما شاء الله والله كلنا نكمل فوق هذا اللي نجح البرنامج ونجحنا كمقدمين المتسابقين
صراحة كنت تشوف أسماءهم ما شاء الله كل واحد عنده مواهب وعنده إبداع ما شاء الله عليهم. كيف شفتوا أصلا يعني تراهم الظاهر من مناطق معينة صحيح يعني متفرقة وأيضا ما شاء الله كل واحد جاي من برنامج معين صحيح. بعضهم جاي من برامج الأطفال بعضهم من ماسة بعضهم العامة منوعين إيه منوعين. كيف شفتوا التركيبة؟ أسألك يا عامر. أنا أشوف يعني أنا كبداية يعني كنت خايف من التجربة صراحة متعود على الأطفال أو متعود على الأطفال وتجربة جديدة ونفس الوقت شخصية عم سليمان شخصية واحد كبير في السن ف يعني كيف تدمج بين الشخصية ومع المتسابقين فالحمد لله اللهم لك الحمد يعني المتسابقين ساعدونا زي ما قال أخوي متعب وثقافة اللي في المتسابقين ثقافة حلوة منا احنا استفدنا صحيح. استفدنا من القصيم استفدنا من الجنوب استفدنا من الغربية والغربية وكانت يعني الحمد لله اللهم لك الحمد كنا يد واحدة مكملين بعض وهذا هو الجميل كذلك بسعد انه يأكد كلامك كذلك يا عامر انه المتسابقين من كل منطقة من كل برنامج ويعني توليفة مختلفة ومتنوعة هي اللي اعطت نجاح كذلك البرنامج ونفس الوقت انه ما شاء الله يعني متمكنين ما شاء الله يعني مو بجايين اول مرة وذا يعني ما شاء الله لهم خبرة يعني. طيب سؤال النشبة صبر. الآن يا عامر سبة ولا مدحة عندك؟ هم يعتبروه يعني سبة ولكن أنت شو تعتبر؟ لا أنا الحمد لله أني أنا غيرت فكرة الاسم ممتاز بين السبة ويحبوني نفس الوقت بس الحمد لله أنا يعني الواحد يمدح نفسه طيب انت دائم في تروح للفرق وتعطيهم اجابات لا اعطيهم اجابات انا ارفزهم في لا لا بس اللي انك انت تعطيهم مغلوطه ومعلومات خطا وما ادري ايش ما يعني حاولت تساعدهم اذا هي سبب مدحه بعضهم صراحه بعضهم كان اعطيه اجابات خطا ليه لان يستاهل لان دائما مدرعم مستعجل بس الواحد كان متعبني عادل عادل اللي كنت ما اقدر عليه عادل مش في عادل ما شاء الله عادل يقول علمني بس شو بيقول ما شاء الله من كثر الطول عنده معلومات زيادة الرجال ما يوصل له ما شاء الله على زيادة الطول زيادة معلومات يعني. زيادة معلومات كان دائما ألعب في جهاد دائما هو يجيب العيد أنا أعطي معلومات يلا رايح طيب سهيمان أو العم سهيمان بعد سهم جميل. استمرت صحيح عادة النجاحات تولد نجاح آخر بعدها أنت تشوف نجاح سهيمان في سهم ولا في النشبة أكثر أمانة الله شوف أنا أختلف معك في المقولة هذه النجاحات أحيانا تولد الخسارة أو اللي هو الانتكاس أو الانحدار خاص أنا يعني يترقى بالشخصية يعني يترقى بالشخصية ولا خطر عليك أنت أنا مغامر في المسألة هذه لكن يوم كلموني الشباب قالوا نبغى الشخصية عم سهيمان قلت أعطيك شخصية ثانية مقاربة غير شخصية الشايب فرفض قال احنا نبغى الشخصية هذه فهنا كان في تخوف لكن يوم أجبروني الجماعة وشفت فكرة البرنامج شبه واقع أنا الآن توني طالع من السهم ما جلست حتى أسبوعين ولا أسبوع يعني راحة على طول خلص السهم بديت برنامج النشبة على طول فالشخصية هذه أنا غامرت لكن الحمد لله أخي برضى الله يعني سبحانه دعوة الوالدين والجمهور اللي معانا نجحت أمنة الله نجحت لأنها عفوية ما جبتها أنها قوية على العين أو قوية على المشاهد عفوية خفيفة يعني كشكل كديكور كلبس كأداء عفوي شوي شخصية سهيمان العم سهيمان نعم. فكرة مين أصلا؟ هي كانت فكرة جلست أنا وياسر عباس هي أنا أديتها قديما في أحد المسارح فاللي جابها لي نماها ياسر ما شاء ياسر أبو منصور ياسر عباس هو اللي حطها في راسي قال خلنا نغامر أنا كنت متخوف جيبوا لك شايب فعلا جيبوا لك شايب من الشيبان اللي عندكم في الاجاويد وخلوه جاهز شايب جاهز بدل ما تركب وتسوي موجود جاهز دخل طلع من الاجاويد دخل على المتسابقين بس يمكن ما يلموا بالدراما كثير بس احنا خوفنا ان المتسابقين ما ياخذون راحتهم مع الكبير السن بينحرجون شوي كبير في العمر اما انا في النهايه عارفني انا من اعمارهم او قريب لهم لكن ادي اداء احيانا ممكن ينسوا انفسهم من فعلا انا شايب لا ما انا مقطع حلو اعمارهم عشان صحيح مقطع كلامكم غريب عليهم ابو اسعد مقطع كلامكم انا احيانا انسى انه عم سهيمان بصراحه تقول متعب اقول متعب يعني مو يعني الشخصيه في بالي ارجع شخصيه متعب
فأحيانا أفكر لاعب زي ما نرجع. فأنا يعني بالعكس متعب كان المفروض إنه ياخذ فرصة أكثر من كذا يعني. أمس يا مان شخصية حلوة وجميلة يعني. أنت أؤيد استمرارها أصلاً ووصولها بالعكس والله شخصية جميلة وحلوة وهو معطيها روح جميلة وشهادة لله يعني مو مجامل في وجهه. الله يسعدك. أمس يا مان كاركتر الحالة ما شاء الله تبارك. يا سلام. كذلك يتفق الجمهور على نجاح الشخصية ما شاء الله تبارك الله. متعب بسألك إيش التحديات اللي واجهتموها في البرنامج بعد نهاية اليوم اليوم النهائي؟ فايش التحديات اللي واجهتوها خلال التحديات اللي واجهناها؟ هي برنامج شبه واقعي، برنامج واقعي ولا فيه من واقعية نسبة قليلة. يعني هو برنامج واقعي على مسابقات تنافسية، فكيف تدمج البرنامجين معك ليمت معين، معك وقت معين ما يمديك تتعدى الوقت هذا. يعني معي عندي 3 فقرات إلى 4 فقرات، فكل فقرة لازم لها وقت معين، وغير كيف أنا أعطيهم مجال واقعية يعيشوا ريالتي الشباب بينهم كلوكيشن. ما انا ما عندي لوكيشنات، متعرف برامج الواقعيه لابد اكثر من لوكيشن، لابد اكثر من مكان. صحيح. انا ما عندي، انا محتكر على مكان واحد مكانين بالكثير مكانين. فغير كذا انا عندي الفقرات، ولابد انا اعطي مشهد درامي في البدايه عشان الناس تتقبل، ولابد المتسابق ياخذ راحته عشان هو يتقبل مني انا كمقدم او كدرام كشخصيه. وفي النهايه انا قاعد اخسرك او اعطيك سؤال مثلا سؤال صعب، والله الحين بعض الاسئله انا والله ما اعرفها امانه لله، ما اكذب معك ولا ادعي المثاليه، بعض الاسئله جدا صعبه يا اخي انا ما احس اخي. من معدها؟ الاستاذ يوسف باقيس. امسي على بخير اقول الله يسامحك. فعلا يا اخي اسئله جدا صعبه يا اخي، الا الاشخاص المثقفين ما شاء الله بيجيبونها، اما احنا كعاديين صعبه جدا. فانا كذا اخذ منه الفرص اخسره في النهايه، اعطيه اقول اضحك معي، ما راح يضحك معك. فهذه التحديات العقبات اللي احنا الحمد لله حاولنا نتعداها على خير ان شاء الله. لا بالعكس يعني كانوا متسابقين يعني ما شاء الله اكثرهم اللي مدرس واللي ذا يعني عندهم من ثقافه. عندهم من ثقافه. اي نعم. فاستاذ يوسف مفروض يجيب اسئله اصعب من كذا. وانا سمعت لا هذا نشبه صدق. والله نشبه مفروض هذا العقوبه اللي اقول لك اياها. طيب خلينا ناخذ ردات فعل الجمهور. طبعا احنا ما شاء الله في الثناء موجود بكثره. الله يسعدك. اللهم لك حول البرنامج وحول الكاركتر وحول الشخصيات. فوز تقول سربوا لنا شيء عن الختام. هو هل في فقرات جديده؟ هل في شيء بيصير؟ هو خلاص ختام. وش بعد فقرات تبغى؟ ختام يعني مش بتسوي من ختم بتسوي يعني فيه. لا خلوها في وقتها بعد ساعه ونص او ساعتين تابع. لا 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 قول له ندخلها ونقول له الختام بس. لا 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 ممكن فقرات ما راح تكون في فقرات اليوم. ايه اللي خلاص اليوم في شيء مختلف يعني ان شاء الله. في سحب طبعا. سحب للجمهور جائزه ثمينه يعني. جوال ثمين. ممتاز. حركنا مخدة شوي طلعنا قلبنا تحت المخدة. طيب عامر في سؤال لك أيضا من فوز تقول أستاذ عامر مشاركته في المجد دائما مميزة وكل البرامج اللي يشارك فيها فيها إبداع وتميز، يا ريت نشوفها في برامج ثانية. أنا أقول اللهم لك الحمد، أشكر الله بفضل الله ووالديني والجمهور هذا يعني الحمد لله ما علي خوف إن شاء الله دام ورايد الجمهور معي خوف. فيه تسريبات كذا خاصة بمشاركتك في أحد البرامج في الدورة الجاية بإذن الله. قناة يعني نقول إن شاء الله 70% 60%. قناة مجد. المجد إن شاء الله. الله يوفقك. طبعا أنا عارف البرنامج وش اسمه لكن لا خلها تتم أحسن. أي خلها تتم إن شاء الله وإن شاء الله بسلام برضه حبيبي. إذا الله كتب إن شاء الله الله يكتب لك الخير. الله يوفقك. طيب الآن بسألكم بما أنه اليوم النهائي وخلاص إن شاء الله، رتبوا لي المتسابقين من ناحية الكفاءة والتميز والتفاعل ويعني واللي هذا نشبه وهذا كوي يعني زي أسابي مجد. أنت ليش تحبون أنتم كمقدمين ليش تحبون أسئلة هذه؟ والله أسئلة بالعكس هذه أسئلة كويسة هذه بالعكس. لا أنت كذا توهق الضيف اللي عندك. والله أسئلة لا 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 صراحة أمانة لله لازم نتعود. لا لا أمانة لله الكل شوف يا أخي قناة المجد بشكل عام ما تختار اشخاص الا النجوم المميزين كامثالكم. الله يسلمك. الله يسلمك. ما شاء الله عليكم. فاختيارهم للمثلين اي فنفس النظام. انا ما اقدر اقول فلان وعلا لكن كحماس او كتفاعل داخل البرنامج في اشخاص متفاعلين ومعروفين من الجمهور حتى هم لو تسال الجمهور راح يجاوبون المتفاعلين.
اللي هم ما راح اذكر لك ما راح اذكر لك ابو سعد لا توهقني لا والله جد والله كلهم متفاعلين لكن في ناس نسبه اعلى طيب خليني اعطيك اسماء ايش رايك سم طيب مجدي عبد الغني 100 على 100 ما شاء الله ايه يعني شايل فريقه وانا من نعم 100 على 100 اسامه القاضي كذلك 100 على 100 لكن اسامه اللي اثر عليه شوي يعني عنده ظروف خارجيه ف مشغول فيها يعني انشغل فيها فتم استبعاده في الأوان الأخيرة لأنه صار له ظروف صارت له ظروف أمانة لله الله يسهل عليه فورا بعض فهذا يسر أموره يا رب آمين نسأل الله ذلك طيب بندر سفياني والله أبو عائشة ونعم هو من الشخصية اللي انصدمت منها فعلا أنا أول مرة أنا ما شفته في المنتخب أمانة لله ما كنت متابع جيد لكن يوم شفته فعلا انصدمت ما شاء الله نجم 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 كذلك أحمد عطية ممتاز ما شاء الله نجم أحمد عطية أول ظهور إعلامية صحيح الزهراني صحيح أحمد الصادق هذا رأي محارش ولا لا يعجبني الرجل نسمة والله نسمة فعلا يا أخي مش على جسمه رجل مبدع والله والله مبدع لكن يدخل القلب يدخل القلب بس للأمانة للأمانة في يعني لازم نعطي الناس حقها بصراحة يعني زي برنا فريق الكيف كحضور وغياب أنا أتوقع من بداية البرنامج أو نهاية البرنامج ما في إلا واحد اثنين كان غيب يعني بس كحضور التزام حضور قوي التزام جدا يعني التزام في المواعيد وذا طيب الأمانة يعني أنا أتكلم صدق يعني فالباقي الله يحضرهم معه يعني صدق لكن الحضور والغياب يأثر الدرجات يأثر أي مرة مراقبين الوضع شباب طيب علامة استفهام أو شخصية استفهام عرفتوها جهاد برناوي جهاد شخصية حلوة مرة يا أخي جميلة والدليل شوف عنده برنامج الآن ليش لا أتوقع قاعد يقدمها مع قناة الأطفال أتوقع ما خاب ظني ميداني ماسة أو ماسة صحيح فجميل لكن يبغى له يعرف خطه بس هو متشتت يعني هنا بس إنه فنان لكن لازم يعني واحد معاه يعلمه يقول خطك هنا روح سيدة لا تروح يمين روح هناك الجهة الثانية امسك الدراما امسك التقديم امسك كذا لكن الرجل ممتاز ما شاء الله فيصل حوران فيصل حوران شخصية أنا أول مرة أشوفها كانت تتوقع في المنتخب أتوقع ما خاب ظني أو في الحلفاء جميلة جميلة ويبغى لها زي نظام جهاد يبغى لها أحد معه يعلمه لأنه متذبذب يعني ما يدري هو هنا 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 بس لا أحيانا غيابه عن الهواء أحيانا يخلي الواحد شوي يعني يحتاج هو يكون موجود يكون أبو سعد يكون موجود هو في البرنامج لكن إن سكوته أو انشغاله في نفس البرنامج يخفي مشاركاته تقل مشاركاته أيوة يمكن في ناس يعني من ناحية يعني يفرض نفسه في البرنامج صحيح يضطر انه يعني مثل ما يشارك وفي كذلك طيب نادر الحمياني طيب شخصية حلوة شخصية حلوة أنا هو طبعا في المنتخب كان شارك في النشوة معنا شخصية حلوة بس يبغى له شوي يشد شوي على نفسه بس شخصية حلوة حتى هو متشتت ترى مو عارف يبغى له يشيل عن نفسه بس انها شخصيه جدا لا حلوه لا بس ان شاء الله انه عمار معلم عمار شخصيه حلوه وجميله بصراحه وعمار باذن الله انا شايف قدام فيه شيء له ان شاء الله صوته حلو رخيم صوته حلو لكن عنده الرهبه هذا مشكلته بس الرهبه هذه مشكلته صدق ولو كانسان شخصيه مرحه وحلوه وجميله طيب مسك الختام نعم والكينج عادل المطيري ايش رايك اسوأ الشخصيات نعم هذا اسوأ الشخصيات في اللي برا اسوأ الشخصيات في الـ انا ما له منافس لا هذا هو لا منافس هو ليش ما له منافس عمر عامل منافسه لا والله ابو راما شخصيه جميله بس دقيقه حلوه قل له ينزل رجله لا ابو راما شخصيه جميله حلوه عادل المطيري حلوه صراحه ما اخذ وقته ومكانه في كظهور اعلامي هو في الاعداد ما شاء الله بطل وانا اعرفه من قبل ما ادخل المجد انا اعرف عادل المطيري كان لنا مهرجانات مع بعض فرجل نجم عنده قدره لكن ليش ما ظهر اعلامي انا استفهام طيب في سؤال لك من الهاشتاج يقول هل العم سهيمان برنامج في العامه في الدوره الجايه؟ اتمنى لا أنا أتمنى لا كشخصية لكن كمتعب العرجاني أنا ابن القناة ما عندي مشكلة لكن كشخصية عم سليمان أبغى أرتاح شو أبغى أريح شو أنا أبغى أرتاح شوي منها يعني عندك أنت في الدورة البرامجية شيء؟
والله خاطبوني في احد البرامج في قناه الاطفال، لكن انا انشغلت لان انا في المقابل عندي جامعه مسائي فشوي كنت اي ضرب، فممكن ارتاح شوي في الدوره هذه الا اذا خطف برنامج ثاني، خاطبوني في برنامج ثاني ممكن ليش لا، لكن في رمضان ان شاء الله لي برنامج اكيد باذن الله. رمضان هو 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 الحصان. الله يسعدك. انا والله انا بصراحه انا كان ودي اني اريح الفتره ذي عشان رمضان. اي صح، بس انه مثل الجمهور والشوق الكاميرا ذا ما نقدر صراحه. الله اي والله. طيب عامر سم. دامك فيه قبل ما تروح، في رمضان في شيء كذا حول فضائي؟ رمضان حول فضائي ايش رايك؟ لا تناظرني، لا تناظرني، وانت سالك انت ما سالني لان انت موظف عندهم. هو سال. والله لين الحين ما في شيء. ما في شيء اكيد لين الحين، يعني في نسبه، لكن نسبه ضئيله يعني إيه. مش اي ممكن يعني اذا ما كان في فضائي في برامج، في برنامج اخر. نعم. الله يوفقنا وياك. امين. احنا شاكرين لكم لان الشرف طال عمرك. متعب العرجاني عامر الكعبي ما شاء الله ثنائيه جميله، سواء في الاطفال ما شاء الله اذا اجتمعتوا أضفيته جو جميل، وإذا وجدته أيضا في ماسة أعطيته كاركترات. أنا ومتعب يعني عمره ما دخلنا وإحنا متفقين من كثر ما إحنا فاهمين بعض. إي والله يعني ما في سيناريو، سيناريو ما إحنا ارتجاه. ما شاء الله خلاص فاهمين بعض، متى هو يرفع متى أنا أنزل. يا الله فهذه الحمد الله. لله يعني نعمة من الله. الله يعطيك العافية، شكرا لكم، شرفتونا في هالحلقة الجميلة. شكرا.